وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا بك في نشرة الثالثة. هل لك أن تطلعنا سيد الكريم عن أبرز ما تم إنجازه من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك خلال دور الانعقاد المنصرم؟ السلام عليكم وشكرا لإتاحة هذه الفرصة. طبعا اللجنة يعني تمكنت ومن خلال متابعة معالي رئيس مجلس الشورى وبجهود الزملاء أعضاء اللجنة المالية، تمكنت من الانتهاء من كافة المواضيع التي تم حالتها إليها خلال دور الانعقاد الأول. وكما يعني ذكرت في التقرير، من خلال هذه الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الدور الأول من فصل التشريع السادس، كان هناك في كثير من التقارير التي انتهت منها ما يتعلق بمراسيم لقوانين أو يتعلق بمشاريع قوانين أو باقتراحات بقوانين. طبعا كان هو أبرزها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، والذي طبعا يعني اخذت مناقشة اللجنة تقريبا شهرين للوصول الى التوافقات التي جاءت بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والتي عكست فعلا التعاون المثمر بين السلطتين، حيث اخذت في اعتبار جميع التطلعات وما طرحها من خلال هذه الاجتماعات المشتركة. نعم، ما أهمية انعقاد الاجتماعات المشتركة مع الحكومة والتوافق مع السلطة التشريعية في عدد من المواضيع والملفات؟ ما في شك يعني اليوم من أهم المواضيع التي تحال إلى السلطة التشريعية هو مشروع الميزانية العامة للدولة، والتي تكون لدورة الميزانية التي تكون سنتين. الاجتماعات المشتركة مع الحكومة ومع مجلس النواب لها أهميتها في أن تكون هناك في المناقشة والتوصل إلى التوافقات اللي تؤدي يعني كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تؤدي دورها بهدف الوصول إلى ميزانية يكون فيها هناك موجود نوع من التوافق، ومن خلال ما يطرح في هذه الاجتماعات من آراء وتطرق إلى جميع الأمور التي ستنفذ هذه الميزانية كمثال خلالها، لها من أهمية بحيث أن التشاور بين السلطتين وطرح الآراء والنقاشات التي تطرح لها كثير ما يؤدي إلى أن تؤدي هذه الميزانية الغرض منها خلال الفترة التي سيتم تنفيذ هذه الميزانية فيها. نعم، سيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.